وفي ذات السياق أكد سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى في نشرة سابقة أن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أوقد روحا إيجابية منذ توليه مقاليد الحكم، وتوجيهاته في افتتاح الفصل التشريعي السادس سوف تنعكس على برنامج عمل الحكومة، وسيحقق طموحات أو سيحقق طموحات جلالته وطموحات المواطنين. إذا نظرنا فقط إلى ما حدث في البحرين منذ عام 1999 اليوم، خلال 20 سنة البحرين تغيرت يعني كواقع وتغيرت كرؤية. اليوم تشوف أولا اتساع رؤية التنمية والنمو الجغرافي، كل المناطق في البحرين متساوية تقريبا في النمو، والنمو الحضري والنمو يعني التنمية البشرية والتنمية البنية التحتية. نعم. هناك أيضا الدور الاقتصادي المهم للقطاع الخاص، مما انعكس إيجابا على حصول عديد من المواطنين على رواتب عالية، وظائف عالية، وظائف ذات قيمة. الانعكاس الذي حدث بعد أن تولى جلالة الملك، هناك روح إيجابية أوقدها جلالة الملك منذ أن تولى القيادة مباشرة. خطاب جلالة الملك في افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي السادس، ركز جلالة الملك على توجيهات السلطة التنفيذية بالاهتمام بالعديد من المسائل. هذا التوجيه أنا متأكد أنه سينعكس على البرنامج الحكومة، وأيضا في الميزانية العامة القادمة، وسيكون حتما سيحقق طموحات جلالة الملك وطموحات المواطنين جميعا.